تفقد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية خالد عبد الغني أعمال حملة مع نطمئن سجل الآن بعدد من مناطق بنها. وأكد وكيل الصحة بالقليوبية أن وزارة الصحة حريصة على متابعة أعمال تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا. هو يعني منذ بداية حملة مع نطمئن سجل الآن، وزارة الصحة مشكورا دي تاني مرة تبعت لي أتوبيس التواصل المجتمعي الخاص بالوزارة عشان نتحرك في أماكن التجمعات داخل محافظة القليوبية، في جميع محطات القطار، في محطات المترو في شبرا، في المواقف، في النوادي، في المولات، في الأسواق، بنتحرك في جميع التجمعات عشان نشجع المواطنين على التسجيل في منظومة وزارة الصحة الخاصة بتلقي لقاح كورونا. والحقيقة احنا مش بنسجل للناس، الناس اللي هي لسه يعني ما سجلتش لظروف ما، فاحنا بنشجعهم على التسجيل وبنسجل لهم احنا على المنظومة، وفي نفس الوقت بنحول الناس اللي سجلنا لها الى مراكز الشباب المنتشرة في دائرة المحافظة.